تخليداً لذكرى الشهداء وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم، قامت الوزارة بإفادة عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوي على كافة متطلباتهم. يأتي ذلك تأكيداً على أن ذكرى أبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة في ذاكرة الوطن. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن. تخليدا لذكرى الشهداء الذين سطروا بدمائهم الذكية أمن واستقرار الوطن، وفي تأكيد على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله، أوفدت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على أبناء الشهداء ممن يتلقون التعليم في مختلف المراحل الدراسية في إطار الدعم والمساندة المقدمة لأبناء الشهداء. حاجة زي كده بتبقى رفع من روح الولاد و ترفع روحهم المعنويه. هما مهتمين بينا وجابوا لنا شنط المدارس والهدايا وجابوا لي كل حاجه. هما مش سايبيننا وطول الوقت معانا، وطول الوقت حتى لو احنا احتاجنا اي حاجه غير كده بيجوا لنا، واحنا حتى ممكن نتواصل مين بنروح لهم، يعني معانا في كل خطوات حياتنا من ساعه ما سيد الله يرحمه توفى. ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان، عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل. أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني. كما أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد، في لمسة إنسانية تحرص عليها الوزارة سنوياً، وتؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقديراً لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق والواجب والأمن. بقى حاجة نفسية حلوة للولاد طبعا، ان هم بيبتدوا معاهم اول يوم دراسة الوزارة بتبقى معاهم. جم خدوني من البيت، كنت مبسوط جدا وصراحة اتبسطت جدا في يومي النهاردة. هذه اللمسة الإنسانية التي تحرص عليها وزارة الداخلية سنويا تؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقديرا لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق والواجب والأمن. وزارة الداخلية طبعاً أنا بشكرها على كل التقدير والمجهود اللي بيعملوه معايا أنا والولاد، ورعايتهم لينا دايماً وسؤالهم علينا على طول. النهاردة جم اصطحبوا الولاد للمدرسة وكرموا الولاد قدام المدرسه كلها. بشكر وزاره الداخليه وسياده الرئيس على الضباط اللي جم خدوني النهارده من البيت وكرموني في المدرسه. وقد شعر ابناء الشهداء بالفخر والعزه وهم يخطون خطواتهم الاولى في عام دراسي جديد رفقه رجال الشرطه، موجهين الشكر لوزاره الداخليه على هذه المبادره التي تعد تكريما لابائهم الشهداء. يجوا ياخدونا ويوصلونا المدرسه بنفسهم ويحسسونا ان احنا في بيتنا وان هم معانا على طول وعمرهم يعني ما فرقونا ابدا ودايما في ظهرنا. يعني حاجه كويسه جدا ان هم نفسيتهم بتبقى كويسه، بيحسوا ان هم في ليهم ظهر موجود طبعا بعد باباهم الله يرحمه. دي حاجه بترفع من معنوياتهم. هم بيقعدوني عن بابا، بيخلوني احس ان بابا جنبي. انا بستنى من سنه لسنه علشان منتظر اللحظة ديت، ببقى واقف في مدرسة فخور. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنبته حي، واللي ما فرحش أيام طلبها واتمناه. وقد أعرب القائمون عن العملية التعليمية عن تقديرهم لهذا الدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية، والذي يرسخ لقيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة الذي تشاهد هذه اللحظات من الحفاوة التي يحظى بها أبناء الشهداء.
فرحانين ومبسوطين باهتمام الوزارة بيهم وتكريمهم يعني قصاد زمايلهم. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء واعتزازا بأرواح صعدت إلى بارئها وهي تدافع عن الوطن ليحيا أبناؤه في أمان واستقرار وينهض نحو التقدم والبناء. استقبال كبير لأبناء الشهداء في مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد في تأكيد واضح على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله وأن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى تقديم أفضل رعاية لأسر الشهداء. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.